السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله كويسين طيبين في احسن حال على امتداد بث قناه الشروق الفضائيه الشوق والريد. حلقه جديده امتداد لما بدا من حديث لسه في عوالم العبقري ابراهيم الكاشف. بالضروره لازم يكون عبيد عبد الرحمن حضورا باعتبار التعامل الكثيف فيما بيناتهم على مستوى الأشعار، على مستوى النصوص، على مستوى الألحان من إبراهيم الكاشف. لكن عبيد عبد الرحمن كمان عالم برضو، لأنه الشاعر العظيم عبيد عبد الرحمن حيرافقنا في حلقات كثيرة في هذا الشهر العظيم ومن خلال برنامج الشوق والريد. أستاذنا سراج الدين ما زال معنا، باحث والكاتب الصحفي. كيف الحال؟ مساء الخير عليك. مرحبا بك محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الشروق على امتداد بسة. الواحد أكثر سعادة إنه يسهر في الحلقة الثالثة المرتبطة بارتباط، يعني ربطتنا بإبراهيم الكاشف والدخول في عوالم إبراهيم الكاشف. صح. خلينا نرحب برضو بحبيبنا وصديقنا الفنان عماد الكاشف. مرحبا بك محمد، وأنا سعيد جدا والله العظيم، أيما سعادة. واليوم ده بالذات موده فيه عالي جدا. صحيح. وده طبعا نتاج للاستاف والناس الحلوين اللي قاعدين. يا سلام. وده بيرفع زي ما بقولنا المود، بيخلي الناس يعني تقدم حاجه جميله. صحيح، بالضروره. ومودك واضح والله. الله يديك العافيه. يعني ما يعني الا دول ما يكون ملاحظ، لكن المود واضح من خلال الاداء، واللي حنشوفه بعد شويه برضو في الاغنيه اللي حنختارها. تعزف معنا وكالعادة لازم نشكر الموسيقي اللي صاحبنا فيه ده. لكن يا أستاذ سراج، عبيد عبد الرحمن أنا أسلفت قبل شوي إنه حيصاحبنا في الفقرات الحلقات الجاية. نتكلم شوي عن عبيد عبد الرحمن وعلاقته بالكاشف. نعم. لو تكلمنا عن شاعر أول في تجربة إبراهيم الكاشف في البدايات في مرحلة مدني، ما بنقدر نتجاوز علي المساح. وإذا تكلمنا عن الشاعر الثاني أو الشاعر اللاحق في تجربة إبراهيم الكاشف، نحن بالضرورة محتاجين نقف في محطة كبيرة جدا من محطات الغناء السوداني، وليس يعني تجربة إبراهيم الكاشف وحدها. أنا أفتكر هم شكلوا ثنائية كانوا أصدقاء، عبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز وإبراهيم الكاشف. يمكن الكاشف غنى لسيد عبد العزيز قبل ما يتغنى لإبراهيم الكاشف في الأغنية بتاعت أنا ما بخطف دهورك. نعم. اللي تغنت في العام 1934، اللي هي كنا يعني كما ذكرنا في حلقات سابقة إن أول أغنية اتنفذت بأوركسترا، وكان في علاقة حميمة جدا. نعم. ما بين سيد وعبيد عبد الرحمن. نعم. والعلاقه دي كان المستفيد من منتوج الابداعي هو ابراهيم الكاشف. نعم. لكن افتكر انه عبيد عبد الرحمن زي ما الكاشف هو يمكن نقول مشيد صرح الاغنيه السودانيه بشكلها الجديد، كذلك يمكن نقول على عبيد ننسب له فضل كبير جدا من التغيير ومن التطوير ومن التحديث ومن الشكل المختلف من المؤلفات الموسيقيه اللي جنبها ابراهيم الكاشف بشكل المفردة الجديدة. نعم. اللي هي كانت مختلفة عن مفردة الحقيبة. اللي هي كان في مضمونة أو في شكلها العام هي كان فيها شكل الخطاب المباشر. كانت أقرب للحسية. نعم. عبيد انتقل لمعاني، انتقل لصور، لخيال، خلى القصيدة بقت عندها أجنحة، يعني بقت وكأنها ما ماشى معانا في ارض الواقع. ودي مهمه الشعر. احتمال يا سراج، ما اسف المقاطعه، احتمال لانه عبيد عنده علاقه بالمسرح. عبيد المسرحيين كلهم يعني حتى اذا مسكنا عبيد ولا مسكنا بروس. خالد ابو الروس. نعم. ولا حتى ابراهيم العبادي. نعم. سابقا. نعم. الروح الدراميه. نعم. بتديك شكل كتابي جديد، لانه بتديك انت بتفكر في قصيده هي اشبه قد تكون بالقصه او بالروايه، فيها صوره، فيها الحبكه وفيها العقده. نعم. وفيها الحل، يعني يكون في دراما موجوده في النص. اذا تاملت في النص انت بتشاهده. صحيح.
انت الرؤيه اللي انت بتشوفها قد يجي بعدك المصور بذكاء الفنان او الملحن بذكاء خارق يصور لك او يجمل المشهد. عشان كده انا افتكر عبيد اذا كان الكاشف تكلمنا عن انه جدد في الاغنيه السودانيه ونقل من مرحله الريك الى مرحله الموسيقى بتكوينه لاول اوركسترا. بالمناسبه الكاشف ذاته هو اول من ادخل الصوت النسائي ككورس نعم في الغناء السوداني. فافتكر الثنائيه كانت بينه وبين عبيد عبد الرحمن ثنائيه ناجحه وقدمت ما يقارب ال 20 اغنيه. ويمكن هي ذات الثنائيه ما بين عبيد وما بين ابراهيم الكاشف كانت ملهم زي ما الكاشف كان ملهم لفنانين الاجيال الجاد بعده عثمان حسين واحمد المصطفى وحسن عطيه. كان ملهم بالنسبه لهم، كان ملهم حتى في شكل التجربه ما بينه وما بين عبيد. جات ثنائيات وهم يعني الثنائيه نجحت فالفنانين اللي بعده عمدوا لانه يشكلوا ثنائيات. وفي ثنائيات شهيره في الغناء السوداني عثمان حسين وبازرع محمد اللمين وفضل الله محمد محمد وردي ومع اسماعيل حسن ولا الحلنجي، وكانت كلها تجارب ناجحه. بالمناسبه العلاقه الوجدانيه او علاقه الصداقه او الحميميه قادرة تنتج إبداع شكله مختلف. خليني أسألك سؤال مباشر. ممكن بعض الناس سواء كانوا نقاد أو مشاهدين أو ناس شغالين في الفيلد أو في الميدان بتاعنا ده، ممكن يقول لك يا أخي أنتوا عاملين 30 حلقة عن شخص واحد، كان ممكن كلها تلموها في سهرة ساعة ونص وننتهي من الموضوع. ليه أسألك 30 حلقة عن الكاشف؟ نحن يمكن عن أغنية واحدة إبراهيم الكاشف نعمل 30 حلقة. الغنية الواحدة ممكن نعمل، لازم نوضح الحاجة دي بالمناسبة لأنه بيقولوا ممكن يعني ما بتحتاج إلى 30 حلقة عن الكاشف. يعني الكاشف أنت كباحث وعراب البرنامج، أنا ما بقول محتاج قراءة، محتاج إعادة قراءات لتجربته. وأي أغنية محتاجة تتفكفك يعني بشكل علمي وبشكل دقيق عشان نقرا كيف كان الزول ده. لما نقول نلقى مبررات حتى لنفسنا، صحيح. احنا لما نتكلم عن اسطوره، لما نتكلم عن عبقريه ما بنبقى احنا بنتكلم عن فراغ، بنتكلم عن واقع. صحيح. الدلائل الموجوده قدامنا، الابداع اللي خليها ابراهيم الكاشف اللي يا محمد احنا حنقدمه الليله وحتجي اجيال لاحقه ان شاء الله. صحيح. تتوقف فيه وتقعد نفسي قاعده وتلقى الارث ده يعني موجود. يستحق الكاشف 30 حلقه وثاني حنعمل 30 حلقه اذا اتيحت الفرصه يعني. ما زيك يا زينك يا مساء الخير عليك، ان شاء الله كويس يا اخي. الله يديك العافيه. تمام تمام نحمد والله. كيف انت؟ ماذا اقول لك؟ شكرا على صبرك، لكن شكلك انت مستمتع ذاتك. لا والله مستمتع شديد. لما الكاشف يكون حاضر بالضروره المتعه. أيوه. المتعه حاضره على الاقل بالنسبه لك يعني. نعم نعم. زمن الصبا، زمن الصبا هي حتكون اسهل لانه ده اللي بدا بيه الكاشف اللي هو الشعبي. اكيد. وزي ما قلت لك في الحلقه حنشيل معك لايت ونحاول ان شاء الله شيلوا شيلك نقول زمن الصبا.
شكرا شباب، يعطيكم العافية يا أخ. شكرا سراج، شكرا عماد، شكرا يا حميد، وشكرا للكورس. حاولنا وشكرا للكورس. طبعا انت انا كان اشتغلت معك كورس حترفضني من ثاني حفله. انا عارف العجب سراج طبعا خايته، بس المهم دي اسفناه. ما مشكله نمسك الارتباطات. والله يا ريت، لكن ما بقوش عليك بقصه يعني. شكرا سراج، شكرا عماد، شكرا كل التيم العامل المصورين لهذه الحلقه. لسه مستمرين معكم، حنكون معكم خلال فتره رمضان او شهر رمضان في حلقات توثيقيه مهمه للغايه عن الراحل العبقري الفنان إبراهيم الكاشف. بكره ابقوا قاعدين، خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. السلام عليكم. لمستي